بعد ما كان ندانا في جوان الماضي نداء للاخ عبد العزيز بوتفليقه باش يزيد عهده اخرى، الان كي نتكلم في يوم 31 جانفي 2019 يظهر لنا ان هذا النداء بدينا نشوفوا النور تاع الشمعه تاعو شويه قدامنا هكذا، وان شاء الله تحقق املنا. اذا ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقه يترشح، املنا كذلك أن تكون طريقة مختارة من طرف الجزائريين بكل سيادة لتضافر الجهود واقتراب القوى نحو توافق وطني. نحضر نفسنا احنا كذلك مع باقي الحلفاء وباقي الأنصار للدخول في المعركة الانتخابية إن شاء الله. وفي هذا المجال أعتقد أننا لنا مراجع في قدرة التنشيط، نصيبنا من الحملة.